السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا درس جديد النهاردة وهنتكلم عن محرك الجرافيك بالنسبة لللابتوب أو الجي بي يو، جرافيك بروسيسنج يونت. محرك الجرافيك أول حاجة عشان أعرف إن هو انترنال أو اكسترنال، بتك كليك يمين على ماي كمبيوتر مانج، دي طريقة ديفايس مانجر. بعد كده تسيب لي ادوبتر، بيظهر عندي نوع الفيجا بتاعتي ايه. ممكن برضو تاني من الامر الران هكتب هنا اي اكس دايلوج، طبعا هيفتح لي مربع الحوار بتاع الدايركت اكس زي ما انتوا شايفين. هتك على تاب ديسبلاي، هنا ظاهر عندي الديك تايب بتاع الجرافيك بتاعي والمحرك الجرافيك بتاعي انتجريتد، يعني منفصل او خارجية. كده احنا عرفنا وضعه. الصورة اللي هتبين هنا دلوقتي ده انترنال، هتظهر معاك انترنال او زي ما انت شفت انتجريتد كده زي ما انت شايف. ده بالنسبة لان احنا نعرف اذا كانت هي خارجية او داخلية. بالنسبة لاعطال الجرافيك او المحرك البروسيسور بتاعنا الجي بي يو بتاع الرسومات، دي الاعطال اللي انت شايفها دي دلوقتي بتظهر باي عطل من الاعطال اللي انت شايفها. بالنسبة للأعطال دي أغلبيتها بتتحل عن طريق الهيتينج، أو إن احنا بنهيت على الشريحة ذات نفسها، أو بنعمل ريبولينج بالنسبة للكرات الأزير، في أغلبيتها بتنجح. ده بالنسبة للأعطال. في حاجة تانية مهمة عايزين نتكلم عليها، إن احنا عندنا شبه 3 شركات رئيسية بتنتج محرك الجرافيك الجي بي يو بتاعنا. عندنا شركة انتل، عندنا شركة AMD او الاي تي اي، شركتين دول واحد AMD والاي تي اي، وعندنا شركة نيفيديا. شركة انتل طبعا غنية عن التعريف، بالنسبة للجي بي يو بتاعها بيبقى ضعيف نسبيا، ضعيف في الجيمينج، ضعيف في برامج الجرافيك. بالنسبة للام دي او الاي تي اي هي مفضلة عند مصممين البرامج او الجرافيك. النفيديا مفضلة عند الكل بصراحة، لان هي بتدعم جيمز وبتدعم برامج الجرافيك. بالنسبة للصيانات بتبقى نسبة الصيانة مثلا لما بنهاية على الشيبس ذات نفسها دي تقريبا 75%، الماتيريال بتاع الشيبس ذات نفسها كويسة. دي تقريبا 40%، لان الماتيريال بتاعت الام دي او الاي تي اي بيبقى ضعيف جدا. اما نيفيديا بنسبة 90% بتنجح بالنسبة لاعادة لحم كرات الازير بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده في الرسمة او الصورة دي شرح نفسها بنفسها. عندنا شركة انتل، ممكن يكون البي سي اتش بتاعي انتل والجي بي يو بتاعي AMD، او يكون انتل والجي بي يو بتاعي نيفيديا، او العكس زي ما انتوا شايفين. ده بالنسبة للـ3 شركات دول. في حاجة تانية مهمة عايزين نتطرق اليها، اللي هي نشوف الرسمة دي برضو. عندنا سنجل جي بي يو تيب 1، عندنا مالتي جي بي يو تيب 2، تيب 3. هنشوف ايه التلاتة وايه الفرق ما بينهم. واضح من السنجل جي بي يو الاولاني او الاختيار الاول زي ما انتم شايفين، ان هو عبارة عن محرك جرافيك واحد، محرك جرافيك ايه واحد. يا اما في قلب المذر ذات نفسها او الشيبسيت، سوري البروسيسور ذات نفسه، اليوم ايه بتاعه الداخلي،
وهنا واخدين بالكم ان هنا مفيش اي سي، الجي بي يو اساسا مش موجوده، شيبسة الشريحه مش موجوده، يبقى هو الخارج عندي عن طريق البروسيسور او المحرك الجرافيك اللي على البروسيسور. المرحله الثانيه البروسيسور ذات نفسه ما بيدعمش اليوم ايه، يكون عليه شيبسيت. طبعا دي نورث بريدج ودي ساوث بريدج ودي محرك الجرافيك بتاعي، دي النوع الاول اللي هو سنجل. بالنسبه للمالتي جي بي يو عندنا نوعين، ناخد النوع الثاني. النوع الثاني ده هو عباره عن ايه، هو عباره عن شيبسيت او شريحه مثبتة على المذر ذات نفسها زي ما انتم شايفين اهي كده، الشيبسيت اللي قدامي دي نيفيديا مثبتة على المذر. طبعا احنا بنعرف اذا كانت الـ يعني المحرك الجرافيك بتاعي من ايه، سهل جدا ان انا بحدده من الفي رام اللي حواليه، مجموعة الرامات. مجموعة الرامات دي ممكن تكون 2، ممكن تكون 4، ممكن تكون 6، ممكن تكون 8 حسب التصنيع. خلينا في موضوعنا. بالنسبة للمحرك الجرافيك ده بيبقى مثبت على المذر، وعندي برضو البروسيسور يدعم اليو ام اي او في محرك جرافيك داخلي، بس في الحالة دي بتبقى الشركة معطلة او معطل. بيبقى عندنا برضو نفس الوضع، شيبسيت واحدة هي المسؤولة عن الخرج بتاعنا بالنسبة للجي بي يو. يعني اصبح عندي البروسيسور في محرك جرافيك، وعندي على المذر ذات نفسها في محرك جرافيك، لكن الشركة معطلة المحرك جرافيك اللي على البروسيسور، وطبعا متاحة لدي ان هي تشتغل، فاصبحت ظاهرة قدامنا ان هو ايه، ظاهرة محرك جرافيك واحد. نفس الكلام برضو بالنسبة لل، واحنا جبنا هنا نفيديا وجبنا هنا اهو الاي تي اي، نفس الكلام اهي، محرك جرافيك قدامنا اهي، شيبسيت او الشريحه قدامنا اهي. بالنسبه للبروسيسور ما في اليو ام اي، لكن الشركه مش مفعله، فاصبح برضو الخارج عندي عباره عن كارته واحده. بالنسبه للمرحله الثالثه بالنسبه للمالتي جي بي يو زي ما انتم شايفين اهو، عباره عن شريحه، شريحه جرافيك، وعندنا البروسيسور عندنا برضو في محرك الجرافيك بتاعه والرسومات بتاعه، فالاتنين اصبح عندي واحدة، احنا بنسميها كده في الصيانات واحدة بيلد ان واحدة ايه خارجية، اللي هي الان طبعا اللي هي الانتل اللي انتوا شايفينها دي، والاي ام دي اللي فوق او راديون هي دي. يبقى اصبح عندي 2 محرك جرافيك برضو ممكن ان انا اتحكم فيهم عن طريق الدوس. دي الثلاث مراحل اللي احنا شايفينهم قدام مننا. في المرحلة دي احنا ممكن، او المرحلة دي احنا ممكن ما فيش مشكلة ان احنا نلغي الشيبسيت دي لو فيها اي اضرار، الشيبسيت بتاعت محرك الجرافيك ده ممكن نلغيه لو في اي مشاكل، ونفعل اليو ام اي الداخلي للبروسيسور. نفس الكلام هنا، انا ممكن الغي الشيبس دي وافعل اليو ام اي بالنسبه للبي سي اتش بتاعنا. برضو الصوره دي هي شرح اللي احنا قلناه قبل كده بالنسبه للسنجل والمالتي. زي ما انتم شايفين برضو هنا محرك الجرافيك واحد، هنا نفس الكلام محرك جرافيك واحد. هتلاقي الاغلبيه في السنجل هتلاقيه ان هو عبارة عن انتل، بالنسبة للمالتي هتلاقيه يا اما اي ام دي او اي تي اي او انفيديا بالنسبة للمرحلة التانية اللي هي المالتي. بالنسبة للمرحلة التالتة ممكن تلاقيه انتل مع اي ام دي او اي تي اي، انتل مع انفيديا زي ما انتم شايفين. هنتطرق لحاجة بسيطة سريعة كده، ممكن الاقي عندي البروسيسور بتاعي AMD، الاقي محرك الجرافيك بتاعي AMD، الاقي عندي الشيبسيت AMD. طبعا الشيبسيت هنا في بالنسبة لل AMD ما بتقولش BCH عليها، بيتنطق عليها
FCH، هو اختلاف بس مسمى، لكن هي هي الهدف واحد. ده بالنسبة للتلاتة، AMD زي ما انتوا شايفين في صورة تانية. هنا عندنا البروسيسور انتل والشيبسيت انتل، ومحرك الجرافيك بتاعي الجي بي يو بتاعي نفيديا. طبعا هو في بورتات نقل ما بين النفيديا او المحرك الجرافيك بتاعي والبروسيسور بتاعي، عن طريق بورتات بي سي اي اكسبريس. طبعا 16 بورت، هو شغال هنا ب 16 بورت. نفوت على حاجة تانية، معانا هنا البروسيسور AMD، ومعايا هنا اهو البي سي اتش بتاعنا نيفيديا، والخارج كله عن طريق نيفيديا، يعني برضو المحرك الجرافيك بتاعي نيفيديا. نفس الكلام هنا AMD، ومعايا نيفيديا، محرك الجرافيك بتاعي نيفيديا، AMD، معايا الجي ام سي اتش نيفيديا، والاي سي اتش نيفيديا نفس الكلام. في حاجة قديمة جدا كان بروسيسور اسمه فايا، وشيبسيت برضو فايا زي ما انتوا شايفين، حبيت بس اجيبها لكم عشان تبقى فاهمين ايه الوضع بالظبط. بروسيسور فايا والشيبسيت فايا، نورث بريدج فايا والساوث بريدج فايا، طبعا هي كده كده خارج الفيجا فايا، ضعيفة جدا يعني. عندنا هنا البروسيسور، خد بالك AMD، وعندنا جي ام سي اتش اي تي اي، والاي سي اتش اي تي اي، دي برضو حالة من الحالات. ده عبارة عن بروسيسور انتل طبعا، ومعانا البي سي اتش انتل برضو. عندنا هنا البروسيسور AMD وال FCH AMD، وعندنا الجي بي يو بتاعنا ATI. بص هنا، لاحظ هنا البي سي اي اكسبريس 8 بورت، في 8 وفي 16 بورت، دي النواقل. احنا عندنا هنا هو الاون باكج، الاون باكج يعني بالبلدي كده 3 في 1، اللي هو محرك الجرافيك الجي بي يو بتاعنا والبروسيسور والاي سي اتش كلهم في باكج واحد زي ما انتم شايفين. برضو عندنا هنا بروسيسور معانا هنا انتل، ومعانا حاجة اسمها SIS، هي شبيهة برضو فايا، حاجة قديمة جدا كده، نورث بريدج SIS، ومعانا ساوث بريدج برضو SIS. طبعا خارج الفيجا بيبقى رديء جدا. اللي انتوا شفتوه اللي فات ده، كل ده شرح اللي احنا اتكلمنا عنه، او شرح للصورة اللي انتوا شايفينها دي. هنبتدي نشوف بالنسبة لبعض الصور. الصورة اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن محرك جرافيك زي ما انتوا شايفين، الشيبسيت اهي نفيديا، والفي رام عندنا اهي، وعندنا ال يعني هنقول دايرة التغذية بتاعتها عبارة عن بتركب في البي سي اي اكسبريس بالنسبة للأجهزة القديمة كده، زي ما انتوا شايفين بتركب كده اهو. ودي طبعا بيتحط عليها هيت سينك، وكانت ممتازة بصراحة، يعني يحصل اي مشكلة بتشيل قطعة تركب قطعة، لكن الجديد كله انترنال على قلب المذر بيبقى فيها يعني مشاكل نوعا ما. هنا دي بورد قديمة جدا بتشرح، هنا ده البروسيسور واضح، وده النورث بريدج بتاعي، وده الجي بي يو محرك الجرافيك نوعه اي تي اي، طبعا معاه الفي رام بتاعته على نفس الشريحة حتة واحدة، وعندنا طبعا الساوث بريدج. معانا حاجة مهمة برضو هنتكلم عنها، نبتدي بالنسبة لل اتش بي 43 40 اس. هنا قايل لك ان هو يدعم اليو ام اي والدي اي اس،
اليو ام اي والدي اي اس. يعني يوم يو ام اي يعني المحرك جرافيك اللي بداخل البروسيسور ذات نفسه، التاج بتاعه يو ام اي. بالنسبه للدي اي اس بيرمز للفيجا الخارجيه. عندنا في الصفحه اللي وراها على طول في عندنا هنا حاجه نشرحوها مهمه، خد بالك هنا اهو، ده البروسيسور معايا طبعا انتل، معانا هنا محرك الجرافيك بتاعي، خلاص محرك الجرافيك بتاعي في نقل او بروتات نقل ما بين البروسيسور وما بين الجي بي يو، بتنقل البيانات من والى البروسيسور عن طريق بي سي اي اكسبريس 16 بورت زي ما انتم شايفين. عندنا برضو حاجة تانية، عندنا الفي رام. الفي رام دي اللي هي الرامات الخاصة بدايرة الجرافيك بتاعي او المحرك الجرافيك بتاعي على صفحة 88 و89. نوع الفي رام ده ايه؟ دي درام 2، دي درام 3، دي درام 5 4، حسب احنا اللي عندنا دي درام 5، وطبعا في اتصال ما بينه وما بين الشيبسيت نفس الكلام هنا. بالنسبة للصفحات بتاعت المحرك الجرافيك بتاعي بتبتدي من 83 حتى 87. في حاجة مهمة جدا اللي هي الكريستالة الخاصة بالمحرك الجرافيك بتاعي. الكريستالة دي عبارة عن 27 ميجا هرتز، هتلاقيها شبه ثابتة في جميع المحركات الجرافيك او شيبسيت محركات الجرافيك. هنتكلم برضو في حلقات قادمة ان شاء الله باستفاضة عن محرك الجرافيك وازاي بيعمل او بيعمل، وايه التغذية بتاعته، ايه اطرافه، ايه كل حاجة عنه في حلقات جاية ان شاء الله تعالى. في اي اسئلة ولا في اي حاجة ياريت تكتبولي في التعليقات ان شاء الله. شكرا.